لازلت لأمر على الأخ إلا وأدعو له. أخ في مكان ما هنا في المنصورة، لا أمر عليه إلا قدامه عربية بتاعت إيد في الموسم بتاع الفول الحريتي الأخضر، يملاها فول حريتي ويبيع فراولة، يحط فراولة أناناس يحط أناناس ويبيع. أخ مبارك ربنا يبارك فيه ويوفقه. أنا لا أريد أن أخي يكون بطال أبدا، لابد أن تكون تشتغل حتى لأي شغلة ولو بسيطة، أي شغلة ولو بسيطة، لكن ما تقولش أنا مش لاقي شغل، لا فيش حاجة اسمها مش لاقي شغل، اجتهد في الطلب وستجد الخير إن شاء الله.